هناك معرقلات قد يعاني منها المواطن العراقي، وخصوصا في ديالى. اكو يعني موضوع النزوح الداخلي في ديالى، هناك نزوح داخلي بحدود 53 او 52 او 51 الف نازح، النزوح داخلي من شمال المقدادية وخانقين وجلولاء وحتى مندلي. هذا العدد النزوح الغير قليل لم يتم شمول هذا العدد بالتصويت الخاص، حالهم حال النزوح أو التصويت الخاص الذي سيجري في الموصل وفي الأنبار وفي صلاح الدين وفي كركوك. هذا الأمر سيؤدي إلى حرمان بحدود 51 ألف نازح، عملية انتقالهم يوم الانتخابات. تعرف جنابك أنه راح يكون قطع الطرق أو أشبه بذلك، يعني مما يؤدي إلى صعوبة انتقال هؤلاء المصوتين، خصوصا يتواجدون في مناطق في بعقوبة والتحرير وفي حي القاطون والرازي. عملية انتقالهم إلى خانقين أو جلولة أو السعدية أو شمال المقدادية أو مندلي، هناك صعوبة في وصولهم. أكو أمر أنه تقدمنا في طلب إلى مفوضية الانتخابات في ديالى، وبدورها يعني سوت كتب إلى مفوضية الانتخابات بخصوص شمول أهالي ديالى النازحين نزوحا داخليا بموضوع التصويت الخاص، حتى لا تفوت الفرصة لهم في إعطاء والإبداء صوتهم إلى الشخص الذي المعني بالتصويت. نعم، يعني ساقال أردفهم بس شغله المشاكل. ساقال لا، خلينا بهاي المشكلة. ليش المفوضية شملت بقية المحافظات وليش ما شملت النازحين بديال؟ ليش ما سويتوا تساؤل إنه لهم حق يصوتون بالتصويت الخاص؟ شنو السبب؟ شنو التبرير؟ شنو جواب المفوضية؟ أستاذ إنه نعم الديالة تخلو من مقعد المفوضين، يعني الأنبار كركوك صلاح الدين نينوى لها تمثيل في يعني فوضية العامة، خلينا نقول المركز. لا يوجد شخص قد دافع في موضوع النازح الداخلي بقوة حال حال المحافظات الأخرى، رغم أن محافظة ديالى في أجزاء مهمة قد تعرضت إلى ما تعرضت إليه من وضع شاذ بعد 2014 وقد سبق حتى قبل هذه الفترة. المفروض يعني حال حال المحافظات الأخرى اللي أصابها الأذى من الوضع اللي جرى بعد 2014 أنه تشمل هؤلاء النازحين نزوحا داخليا، حتى وهذا حق يعني أعتقد دستوري، والأمر ما يعني ليس صعبا، مجرد أنه المركز العام لفوضى الانتخابات أو المجلس المفوضين العموميين في بغداد يأذن إلى فوضى الانتخابات في ديالى أنه تخل يعني تجعل من هؤلاء النازحين داخليا وتمكنهم من التصويت الخاص وفق الشروط والآليات الموجودة بعد سحب هوية الناخب اللي حصل عليها من فترة. وما هذا الأمر يعني لا أعلم ما الغاية بعدم منح هؤلاء، وهذا أعتقد يعني أعتقد فيه شيء من الإجحاف، يعني إجحاف للمواطن في ممارسة يعني حقه في الانتخابات، وإجحاف في حق الناس المرشحين لأن يعني في مناطقهم الرئيسية في جلولة في مندلي في خانقين في السعدية أيضا مرشحين ولهم وزن ولهم مناطق سكن أو عشائر تقطن هذه الأماكن. فالمفروض إحنا يعني نأكد في هذه المناسبة على مفوضية الانتخابات أن الخلل مو بالمفوضية الانتخابات في ديالى، الخلل أنه في المركز العام لمجلس المفوضين في بغداد يأذن إلى المفوضية لغرض اتخاذ الإجراءات الخاصة بها اللي تمكن الناس يعني تمارس حقها الطبيعي في هذا الأمر.